الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وجماهير الأهلي وحلقة جديدة من ألعاب الصلاة. النهاردة معانا أخبار كتيرة جايبينها لكم، لسه خلصانة ماتشات، لسه خلصانة على أرض النادي وبره النادي. بنتابع كل فرقنا وكل لعبتنا في كل مكان عشان نديكم أخبار جديدة لجمهور الأهلي ومشاهدي قناة الأهلي. هنبدأ أول أخبارنا مع فريق كرة اليد. فريق كرة اليد سيدات النادي الأهلي كان السنة اللي فاتت حقق الثلاثية أو حقق الرباعية، حقق كأس مصر وحقق السوبر وحقق بطولة الجمهورية ومنطقة القاهرة، ما شاء الله عليهم. فريق سيدات اليد دايما معودين على الانتصارات وعلى الإنجازات. خلينا نقول ان هو كان عنده مباراة مع نادي السانتا، نادي السانتا لسه حديث الدخول لدوري السيدات السنة دي أو السنة، والنادي الاهلي قدر يكتسحه ب 38-7. السكور كبير جدا، الفارق الفني واضح جدا، لكن في الاخر كلها ماتشات اعداديه، والنادي الاهلي بيلعب في المجموعه الاولى مع سبع فرق اخرين. الدوري ده منقسم لقسمين، مجموعه اولى ومجموعه ثانيه، بيلعبوا دوري رايح جاي، بياخدوا اول اربعه من كل مجموعه، بعد كده يلعبوا الراوند الاخير لدوري السيدات. المباراه دي كانت اتلعبت في كليه التربيه الرياضيه بطنطا، ده نادي طنطا الملعب بتاعه في كليه التربيه الرياضيه في طنطا، والاهلي الماتش الجاي هيلاعب مع هوليليدو، واللي هتبقى ان شاء الله باذن الله السبت الجاي في ملعب النادي الاهلي بالجزيره. تمنياتنا وامنياتنا الطيبه لفريق كره اليد سيدات بالنادي الاهلي باذن الله انه هيقدر يحقق البطولات اللي هو كان محتفظ بيها من السنه اللي فاتت. جدول الترتيب في مجموعه النادي الاهلي زي ما احنا شايفين، سبورتنج لعب 2 وفاز في مباراتين، له 100 هدف وعليه 34 6 بونت كويس. النادي الاهلي بيجي في المركز الثاني بلعب مباراتين وفاز مباراتين، لا فيش اي هزيمه، بس 68 16 6 بونت. والثالث نادي الطيران لعب مباراتين، فاز برضه في مباراتين و55 ل 55 هدف عليه 40 6 بونت. زي ما احنا شايفين اول ثلاث مراكز في فارق اهداف، هو ده اللي مخلي النادي الاهلي في ترتيب رقم 2، لكن ترتيب الانديه سبورتنج الاهلي الطيران زي بعض ايكوال 6 بونت، علشان كده بس هم حاطين في الجدول بترتيب فارق الاهداف. نروح للمركز الرابع وهو نادي هوليليدو، لعب مباراتين وفاز في مباراه وهزم في مباراه، وليه 39 هدف وعليه 40 معاه 4 بونت. نادي الجزيره في المركز الخامس، مباراتين هزيمه فوز مباراه وهزيمه مباراه، ليه 47 وعليه 51 4 بونت، برضه نفس الكلام فارق الاهداف، هو اللي مخلي هوليليدو في المركز الرابع والجزيره في المركز الخامس. السادس الزهور، لعب مباراتين خسر في مباراتين وله 36 51 عليه ومعاه 2 بونت. نادي الرحاب اللي لسه داخل الدوري حديثا السابع، والنادي السانتا الثامن، زي ما احنا شايفين قدامنا في الجدول ان اول ثلاث فرق هم اللي بيتنافسوا في المجموعه دي، لكن الزهور والرحاب والسانتا لسه الفرق دي برضو مش هنقول حديث الدخول، فعلا هم حديث الدخول، فلازم يكونوا يعني عندهم شويه تدريبات، نقول نقعدوا 3-4 سنين يلعبوا في الدوري الممتاز لكره اليد سيدات علشان يقدروا يدخلوا الى المنافسة بإذن الله. أكيد وجود يعني الفرق دي والدوري 16 فريق لسيدات، أكيد القاعدة بتكبر، وده المطلوب عشان إفراز لاعبات يكونوا متواجدين لمنتخب مصر بإذن الله في المرحلة اللي جاية، اللي كل مصر بتتمنى إن يكون عندها منتخب مصر سيدات زي ما احنا عندنا منتخب مصر ولاد وشباب وشابات، والأمور ماشية معاهم كويس جدا. نتمنى إن يكون وجود منتخب مصر سيدات بإذن الله في المرحلة اللي جاية. نروح نسيب سيدات اليد وهنروح لرجال كرة اليد. رجال كرة اليد دلوقتي الدوري واقف، اللعيبة في المعسكر في منتخب مصر بيستعد لبطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد اللي هتقام إن شاء الله في تونس بإذن الله في يناير. بطولة مهمة جدا بالنسبة للمنتخب المصري، 9 لاعبين من النادي الأهلي داخل المنتخب الوطني، وكمان التسع لاعبين دول لعبوا مباراتين مع السعودية وقدر المنتخب المصري يفوز على المنتخب السعودي في المباراتين. لكن خلينا نروح لأولا لاند جرين، هو عايز يعمل ماتشين، بيتمرن الفرقة صبح وبعد الظهر، كل الفرقة بيجهز جميع المصابين الناشئين، بيحاول يجمع الفرقة تاني مرة لأن اللعيبة الدولية خلاص راجعة له مرة تانية. الدوري قدامه تقريبا 12 يوم ويشتغل تاني، يوم 31 بإذن الله هنقابل نادي 6 أكتوبر، يوم 31 الشهر ده، فهو عايز يعمل ماتشين.
حاجه مهمه جدا، يخلي دايما اللاعبين في داخل المرحله الفنيه او داخل الاطار الفني يكونوا مستعدين دائما وابدا، لان في لعيبه لعبت مباريات مع السعوديه، وفي نفس الوقت لعيبه النادي الاهلي الموجوده لازم يكون عندها تجهيز فني للمباريات، فعايز يلعب ماتشين، هيلعب ماتشين ان شاء الله باذن الله مع نادي الزهور يوم 24 اكتوبر، وقدام منتخب مصر مواليد 2000 باذن الله يوم 26. هم المباراتين دول هيكونوا هيجهزوا فريق النادي الاهلي، اللعيبه المصابه والناشئين ولاعيبه منتخب مصر كلها توليفه واحده. لسه فرقه النادي الاهلي لغايه وقتنا هذا ما اكتملتش الصفوف، لسه في لعيبه مصابه بتتجرب، وان شاء الله باذن الله لما الدوري يرجع يكون لعيبه كامله العدد ويقدروا يعملوا حاجه كويسه باذن الله السنه دي في دوري كره اليد باذن الله. هنسيب اليد وهنروح لرجال الطايره، رجال الطايره لسه حالا مخلصين ماتش مع الزهور، حالا الماتش لسه خلصان على ارض النادي الاهلي بنتيجه 3-0. قدر النادي الاهلي يفوز على نادي الزهور بنتيجه 3-0، زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي ينقصه 7 لاعبين في منتخب مصر اللي بيلعب في كاس عالم في اليابان، وكلهم 7 اعمده اساسيه، لكن بصراحه شديده اتحاد الطايره السنه دي قال ان بدايه الدوري ل4 انديه الاهلي الزمالك سموحه والجيش بدون نتائج، فقدر النادي الاهلي او كابتن ميدو مصلحي بيحط اللعيبه الشباب ويحط بقيه اللعيبه عشان يجهزهم لدخول في مرحله النهائيات في الدوري الممتاز باذن الله. بكده النادي الكفاز 3-0 النهارده على نادي الزهور بنتيجه 25-8 و25-20 و25-18. اكيد العناصر الشابه اللي كابتن ميدو مصلحي بيجربها في فريق كره الطايره، اكيد هو كان في حديث بيني وبينه قال ان العناصر الشابه دي قدرت المباراه دي تفرزها فرز كويس جدا، وفعلا اللاعبين على قدر المسؤوليه وماشيين كويس جدا، وقال لي ان هو هيكون عنده اختيار كبير جدا بين اللاعبين الكبار واصحاب الخبرات، وفي نفس الوقت اللاعبين الشباب اللي عندنا في النادي. نتمنى فريق كره الطايره باذن الله كل امنياتنا طيبه ليه برضو، واستكمال مسيره الانتصارات المستمره من 2-3 على المستوى العربي والافريقي والدولي باذن الله. هنسيب الكره الطايره للرجال وهنروح ل طائرة الأهلي تحت 17 سنة في بطولة منطقة القاهرة بيفوز بنتيجة 3-0. دوري ال 17 سنة للكرة الطايرة الأهلي يفوز على نادي الزهور في بطولة المنطقة بنتيجة 3-0. كان فريق الناشئين الطايرة متواجدين في مجموعة بتضم الطيران والزهور وبتروجيت، المدير الفني كابتن جابر عبد السلام طبعا المدير الفني الكبير بتاعنا، هو فعلا بيطلع شباب وناشئين لفريق الدرجة الأولى، فعلا قدر يعني يعمل شغل كويس جدا مع الفرقة دي، والفرقة ماشية في إطارها بإذن الله، في الإطار الكويس اللي احنا شايفينه بإذن الله. نظام البطولة دي مجموعتين بياخدوا أول 3 من كل مجموعة، مجموعتين منطقة القاهرة بياخدوا أول 3 من كل مجموعة وبيوصلوا لدوري الستة، دوري الستة ده هو الدوري النهائي لبطولة منطقة القاهرة. نخرج لفاصل وترجعوا لنا مرة تانية. اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل، نكمل اخبارنا، سيبنا اخبار الطايره وهنروح لاخبار الطايره سيدات، سيبنا الرجال وهنروح لاخبار الطايره سيدات. فريق الطايره سيدات كان بيلعب مباراه النهارده مع نادي الطيران، النهارده هو نادي الطيران النهارده كل الاخبار تقريبا النادي الاهلي بيلعب الطيران، اذا كان في السله اذا كان في الطايره تقريبا معظم الاخبار معايا مع نادي الطيران. النادي الاهلي بقياده كابتن حمدي الصافي بيفوز على نادي الطيران بنتيجه 3-0. نتيجه اشواط 25-8 25-7 و25-8. النتيجه كبيره جدا، النتيجه واسعه جدا، لكن في الاخر كابتن حمدي لما بدا الدوري بيجرب كل اللاعبين عشان يوصل لاحسن توليفه باذن الله تكون متواجده مع الفرقه. السنه اللي فاتت حققت الثلاثيه ابطال الدوري والكاس والبطوله الافريقيه. معانا نشوف ترتيب الجدول لترتيب الجدول في الدوري الممتاز لكرة الطايرة سيدات، عايزين نشوفه على الشاشة دلوقتي قدامنا ونعرف ترتيب النادي الأهلي متواجد على رأس الترتيب الجدول. دوري سيدات الطايرة زي ما احنا شايفين قدامنا، الأهلي في المركز الأول بعد ما لعب مباراة لثلاث أشواط، ونادي الشمس برضو لعب مباراة
ثلاثة أول ترتيب في أول خمس فرق في الدوري، أول ست فرق في الدوري، الأهلي والشمس هليوبلس أصحاب الجياد الصيد الطيران، الستة دول كلهم ليهم مباراة واحدة، كسبوا مباراة واحدة ومعاهم ثلاثة بونت. من بعد السادس هنخش على السابع المقاولين العرب، الستة التانيين على طول السابع الثامن، من السابع ل 12 المقاولين العرب الزمالك سموحة الزهور سبورتنج الجزيرة معهوش ولا نقطة لأن كلهم خسروا مبارياتهم. بكده زي ما احنا شايفين هنا في منافسة شوية اللي أنا عارفه اللي في دوري الطايرة سيدات، المنافسة متواجدة مع الشمس مع هليوبلس مع الطيران مع سموحة برضو اللي هو في المركز التاسع، أكيد كل الأندية فيها تنافس، لأن سبورتنج لسه الدوري بادئ لسه الدوري مسخنش زي ما بيقول، بس احنا واثقين جدا جدا في فريق الكرة الطايرة سيدات في النادي الأهلي إن هو يقدر بإذن الله يحقق الثلاثية مرة تانية. هنسيب كرة الطايرة سيدات وهنروح لمنتخب مصر للأرجنتين اللي هو خسر النهارده من الأرجنتين. منتخب مصر للكرة الطايرة بيلعب في اليابان، بيلعب كأس العالم في اليابان، والنهارده بيخسر من الأرجنتين 3-1. هنقف وقفة قبل ما نتكلم عن النتيجة وقبل ما نعرف نتيجة الأشواط وكل ده. منتخب مصر بدأ بداية ولا أحسن ولا أروع من كده، بدأ كسب أستراليا في إيران. كل الناس كان عندها طموح ان مصر هتبتدي تتقدم الى المراكز، بس سبحان مغير الاحوال سبع ماتشات ورا بعض مصر بتخسرهم منهم مباراه تونس كمان. السبع مباريات ورا بعض كتير. هل ده بسبب الحمل التدريبي او بسبب تكثيف الماتشات؟ ممكن يكون ممكن يكون لا، بس اكيد وانا رايح بطوله وعارف نظامها اكيد بحط ترتيب الاحمال بتاعي او تنسيق الاحمال بتاعي او راجل الاحمال بتاعي بقول له انا عندي الشكل ده فانا عايز اللعيبه تبقى توب فورم في الشكل ده. مصر في اول ماتشين طلعت لاكتر حاجه في التوب فورم، وكل خبراء الكره الطايره بيقولوا ان مصر ماشيه كويس جوه الماتشات، بس في الاخر في تذبذب مستوى. المدير الفني الهولندي جيدو بيقول ان يعني ده المستوى ومستويات عاليه. اللي انا عارفه كمان منتخب الطايره بيتواجد مش بالصفوف الاولى، المنتخبات اللي بتلعبنا مش متواجده بالصفوف الاولى لكن الصفوف الثانيه، لكن مش هنقلل من هذا خالص، لكن هنقول حاجه مهمه جدا جدا جدا. اذا كان المنتخب خسر مع البرازيل وهي ابطال عالم وكندا وروسيا وايطاليا بولندا اليابان تونس الارجنتين سبع مباريات ورا بعض او تسع ثمان مباريات ورا بعض خساره، لكن هنقف وقفه بس عند مباراه تونس اللي خسرناها. احنا النهارده ابطال افريقيا، ما ينفعش نقول احنا خسرنا من تونس. مباراه تونس دي كانت اهم مباراه. برضو ان هو مدرب التونسي يريح لعيبته اشك في ده، لكن احنا فعلا بدانا مباراه تونس بدانا بدايه كويسه، لكن برضو ما فريق ما خلصهاش كويس. نفس اللي حصل النهارده مع مباراه الارجنتين. لاخر مره هقول وهرجع واقول ان المدير الفني الوطني هو المدير الانجح لمنتخب مصر في الكرة الطايرة بالذات، والنتيجة موجودة والدليل موجود ان كابتن حسن الحصري مع المنتخب الصغير او منتخب الشباب وصل لرابع العالم وكسب البطولة العربية. فلازم تاني نفكر كتير جدا جدا في موضوع المدير الفني الاجنبي اللي جاي ياخد فلوس، ونشوف ان المدير الفني الوطني اللي هو مع منتخب وامال تواجدنا في الساحة العالمية بعد ما عندنا رابع العالم يكون متواجد. يا رب يكون سامعيني، يا رب يكونوا عارفين ان هو قيمة مصر تكون متواجدة في المربع الذهبي في منتخب الشباب. لازم يتواجد ومعانا لاعبين ايه على طراز عالي جدا، معانا احسن ضارب في العالم كابتن احمد صلاح، معانا من اعظم الناس اللي جم في تاريخ صناعه الالعاب كابتن عبد الله عبد السلام وغيره وكابتن محمد عادل وكابتن حسام يوسف وكل الناس. خلينا بس ما انساش حد، بقول ان عندنا لعيبه كبار نقدر نستغل الفرصه لتواجدهم ان احنا نحسن مركزنا على مستوى العالم. نتيجه اللقاء ده انتهت ب 27-25، مصر كسبت اول شوط، لكن بعد كده 25-17 25-22 و25-17 بكده الارجنتين بتحتل المركز الخامس ب 16 نقطه ومنتخب مصر في المركز العاشر برصيد 8 نقاط. معلش هرجع بس راجعه نسيت، معلش انا بعتذر. في معانا تقرير مع كابتن جابر عبد السلام المدير الفني لفريق الكره الطايره تحت 17 سنه، هنشوفه قال ايه بعد مباراته مع الطيران وترجعوا لنا مره ثانيه. مستوى النهارده بالنسبه للفرق، احنا بنلعب في الدور قبل النهائي، في عندنا اربع فرق اللي هي الطيران وبتروجيت وفرقه النادي الاهلي وفرقه الزهور اللي احنا لعبناها النهارده،
تقريبا المستوى طبعا مرتفع عن الدور اللي فات اللي هو الدور الاول. احنا بنلعب في بطوله المنطقه ان شاء الله، وطموحات الفرقه ان شاء الله انها تحقق البطوله. طبعا الفرقه اللي لعبناها النهارده فرقه يعني تعتبر من الفرق المتوسطه، لكن انا فرقتي برضو ناقصها لعيبه مصابين ان شاء الله يرجعوا معانا في المباراه اللي جايه، وان شاء الله نحقق امنياتنا وامنيات اللعيبه ونحقق امنيات الجمهور كله ان شاء الله. في دور السته الاول يعني بياخد اول وثاني من المجموعات، المجموعه دي اللي هي دور قبل النهائي، وبيلعب دور السته لان احنا ثلاث مجموعات. يلعب دور السته من دور واحد، بيحدد الترتيب من الاول للسادس ان شاء الله. والله احنا النادي الاهلي ما يعني احنا بنقولش الحظوظ، لكل مجتهد النصيب، احنا بنجتهد وربنا هو الموفق ان شاء الله. لكن في كل الحالات انت عارف النادي الاهلي ما بيلعبش غير على بطوله، او احنا النادي الاهلي هنا بنربي دايما باستمرار من الصغر من سن الست سنين وسبع سنين على روح البطوله. ودي مش موجوده طبعا في كل الانديه، احنا عندنا احنا بس، مش بالنسبه للعبه الكره الطايره لكن بالنسبه للالعاب الجماعيه كلها والالعاب الفرديه. النادي الاهلي لا يعني لا يرتضي بغير البطوله وبغير الوقوف على منصه التتويج، سواء في كره الطايره سواء في كره السله كره اليد سواء في التنس الارضي تنس يعني في كل الالعاب. والحمد لله الامور كلها متوفره هنا، ومجلس الاداره والنشاط الرياضي موفرين كل سبل النجاح هنا، والاجتهاد على المدرب واللعيبه والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. في لعيبه معايا فعلا صعدوا السنه دي على مستوى الدرجه الاولى من نفس السن دوت اللي هو سن ال 17 سنه. انا طبعا كان معايا فرقه ال 17 كلها اللي هي اللي خدت كاس، اللي خدت رابع كاس العالم وخدت البطوله العربيه، كلهم الحمد لله يعني من اولادي من هم تحت 15 سنه، مرنتهم الاربع سنين اللي فاتت دي كلها. الحمد لله ربنا يكرم ان شاء الله ويصعد واحد او اثنين من الفريق ده، بس لسه البذره ما بنتش، يعني ما بنتش ان ده يبقى لعيب كويس قوي ولا لا، لان برضو النضوج ما بيبقاش على استعجال. احنا النضوج عندنا بيتاخر شويه، ممكن لعيب نضوجه بيتاخر، وفي لعيب بيبقى موهبته بتقدمه بدري، وربنا يكرم ان شاء الله. عندنا برضو لاعب اسمه زياد اسامه، لاعب اشول، بيفكرني باحمد صلاح لما كان في سن 15 و17 سنه، ان شاء الله هيبقى مستقبل النادي ان شاء الله. النهارده الحمد لله كسبنا 3-0، ماتش يعني لحد ما كان كويس، يعني دورنا كان كويس، لعبنا كويس ويعني جبنا اخرنا، والحمد لله يعني سمعنا كلام الكابتن زي ما قالوا بالظبط، الحمد لله يعني كسبنا 3-0. تحميس الفرقه حتى كسبانين خسرانين نقعد نحمس بعض ونلعب لاخر اخر نقطه، مفيش اللي احنا نتساهل ولا نضيع الوقت، نلعب لحد اخر نقطه ونجيب اخرنا ان شاء الله. ناخد القاهره، احنا دلوقتي في القاهره داخلين على دور السته، بعدين ان شاء الله الجمهوريه ناخدها. يعني السنه دي الفرق صعبه، فاحنا ان شاء الله نكسب واحنا نشد حيلنا، واحنا بادين في بدايه حلوه يعني، نحاول نطلع درجه اولى قريب، نشد حيلنا كلنا ونطلع درجه اولى ونرفع راس النادي ان شاء الله. زي ما احنا شايفين كابتن جابر عبد السلام المدير الفني تحت 17 سنه لفريق الكره الطايره بيتكلم عن الروح وعن الروح اللي جوه النادي الاهلي اللي هو بيغرسها في اللاعبين من الصغر عشان يطلع على المكسب، ودي حاجه مهمه جدا جدا لكل لاعبتنا. النادي الاهلي من اول ما الولد بيخش او من اللعيب بيخش من ست سنين بنغرس فيه شخصية البطل، وهي شخصية مهمة جدا في النادي الأهلي. هنسيب الكرة الطائرة وهنروح لرجال السلة. رجال السلة بيحققوا الفوز النهاردة في دوري المرتبط في دور 16 مع بيكسبوا نادي الطيران. لو قلت لكم نادي الطيران النهاردة معانا دي حكاية كبيرة. النادي الأهلي بيفوز 69-51، فريق ما شاء الله عليه، فريق النادي الأهلي ماشي بخطى ثابتة بعد ما كسب في المجموعة في الدور الأول أو في الدورة المجمعة الأولى أو الدورة المجمعة الثانية، كسب هيئة قناة السويس وأصحاب الجهاد وسبورتنج رايح جاي، برضو النهاردة بيحقق ما شاء الله عليه بيحقق الفوز على نادي الطيران بنتيجة 59-69
51. مستنيين المقابله اللي جايه، اللي هنقابل ان شاء الله في الدور اللي جاي مواجهه مع عطليه الجيش والمصريه للاتصالات. دلوقتي حالا بيقام مباراه بين برضو الاهلي والطيران في دوري المرتبط، لكن خلينا نشوف ونبص على مواجهات دور ال 16 في بطوله دوري المرتبط لكره السله، لانها حاجه مهمه جدا، لان اللي جاي بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله نتفائل خير. فريق كرة السلة ماشي بخطة ثابتة مع المدير الفني كابتن أشرف توفيق. خلينا نروح لمواجهات دور ال 16. مواجهات دور ال 16 زي ما احنا شايفين، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الأولى الأهلي والطيران، كده الأهلي كسب أول مباراة، ولسه يوم الخميس الجاي إن شاء الله بإذن الله في مباراة ثانية، اللي يكسب هيصعد للدور اللي بعديه. الزمالك بيواجه القناة، مصري التأمين بتواجه أصحاب الجياد، وسبورتنج بيواجه طنطا. المجموعة الثانية الجزيرة مع نادي الشمس، وسموحة مع الأولمبي، وطلايع الجيش مع المصرية للاتصالات، والاتحاد السكندري مع نادي 6 أكتوبر. بكده زي ما احنا شايفين هيطلع بثمن فرق، الثمان فرق هيخشوا للدور الثمانية ويبتدي يكملوا دوري المرتبط، اللي النادي الأهلي هو صاحب اللقب دوري المرتبط السنة اللي فاتت. هنسيب الكرة السلة رجال وهنروح لفريق السلة تحت 18 سنة دوري المرتبط. النهاردة بيلعب مباراة مهمة مع نادي الطيران دلوقتي حالا، لكن اللي قاله لي ان احنا ما شاء الله ماشيين متقدمين في هذه المباراة، مباراة مهمة، لان الأهلي محتاج ان هو يكسب بس ان شاء الله بإذن الله يكسب النهاردة، ويوم الخميس الجاي يكسب مباراة واحدة مبارتين يعدي للدور الثمانية بإذن الله في دوري المرتبط اللي هو صاحب اللقب. هنسيب 18 سنة سلة وهنروح لكأس مصر. كأس مصر اتحددت القرعة بتاعته لرجال السلة، اتحددت القرعة بتاعته خلاص، واتعملت يوم السبت اللي فات في مقر الاتحاد المصري لكرة السلة. اتعملت القرعة والمواجهات صعبة جدا، النادي الأهلي بيواجه في دور ال 16 نادي الزمالك. مواجهة بدري جدا، مواجهة قوية جدا في دور 16 بين أكبر ناديين الأهلي والزمالك، بيواجهوهم في بعض في دور ال 16. خلينا نشوف مواجهات دور 16 إن شاء الله بإذن الله في المرحلة الجاية أو نتيجة قرعة كأس مصر لكرة السلة. زي ما احنا شايفين قدامنا على الشمال سبورتنج والاتصالات هيقابلوا بعض، طنطا مدينة نصر، مركز شباب سوهاج، والفائز من نادي الشمس وهليوبلس، وآخر لقاء بين الزمالك والأهلي. دي كده ده طريق هيمشي فيه، اعتقد ان اقوى الفرق هنا سبورتنج، ومع يعني احترامنا اكيد لكل الفرق، لكن سبورتنج والزمالك والاهلي هم الاقوى. يعني ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي مستمر لنهايه الدور باذن الله في بطوله كاس مصر. الناحيه الثانيه على يمين الشاشه هنلاقي الجزيره سموحه، مباراه قويه جدا، ناديين كبار، ناديين اقوياء جدا. نادي الجزيره لسه كسبان السوبر، ونادي سموحه برضو عنده طموح، لان فعلا الرياضه في نادي سموحه بتتقدم تقدم ملحوظ جدا. الجياد والطيران مع طليع الجيش، اللي هيكسب هيخش الدور الثمانيه. السكه الحديد مع مصر التامين متكافئه جدا، ومركز شباب الزقازيق ونادي الاتحاد السكندري، مباراه صعبه جدا على مركز شباب الزقازيق، لكن خلينا نقول ان الناحيه الثانيه او القرعه من الجنب الثاني، الجزيره وسموحه، طلايع الجيش ونادي الاتحاد السكندري، اعتقد ان الاربع فرق دول هيوصلوا للمرحله الثانيه. وزي ما احنا شايفين قدامنا الموضوع صعب جدا في ناحيه اللي هي ناحيه الجزيره والاتحاد السكندري وسموحه. فبكده ان شاء الله باذن الله نتمنى للنادي الاهلي التوفيق في بطوله كاس مصر، لان المباراه في دور 16، لكن احنا كلنا الثقه في اولادنا اللي موجودين في النادي الاهلي في كره السله رجال، ثقه عمياء ان شاء الله باذن الله هيعدوا ويروحوا لابعد ما نتخيل باذن الله، نتمنى لهم التوفيق في المرحله الجايه. هنروح لناشئات الاهلي تحت 18 سنه بيفوزوا على نادي 6 اكتوبر، ناشئات السله بيفوزوا على نادي 6 اكتوبر في دوري برضو المرتبط، في دوري المرتبط بيفوز بنتيجه كبيره جدا 94-16، فارق واسع جدا، لان برضو نادي 6 اكتوبر نادي حديث الدخول الى دوري كره السله. المباراه اتلعبت على صاله الشهداء وسيطر عليها من اول اللقاء ناشئات الاهلي، لان السكور واضح جدا ان مفيش فارق في المستوى بين الاهلي ونادي، واحترامنا لنادي 6 اكتوبر، مفيش فارق في المستوى الفني. هنسيب 18 سنه وهنروح لسيدات كره السله. سيدات كره السله برضو في دوري المرتبط بيكتسح برضو نادي 6 اكتوبر 76-41، ما شاء الله عليه بقياده المدير الفني علي هاشم، ماشيين كويس ما شاء الله عليهم. وبرضو صاله الماتش ده اتلعب على صاله الشهداء، لسه خلصان برضو حالا
في نادي الاهلي، والاهلي في حاله فوزه باي مباراه من مرتبط او سيد يوم الخميس اللي جاي هيضمن التاهل للمرحله اللي بعديها. احنا المفروض هنقابل الكسبان من نادي سبورتنج ونادي الاولمبي. بكده دوري مرتبط، لكن برضو منافسات السله اشتعلت سريعا واشتغلت بسرعه جدا. في الاهلي بيستنى اللي كسبان من نادي الشمس ونادي الجزيره، نادي الاهلي سيدات كره السله بيستنوا اللي كسبان من الشمس والجزيره عشان يقابلوا في دور الثمانيه. الاهلي لما جم عملوا قرعه الكاس مصر بعد عن دور ال 16، لكن خلينا نبص على القرعه بصفه عامه زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشه. القرعه زي ما احنا شايفين، الجنب اليمين سبورتنج بيقابل بيو وبيوصل على طول بيتاهل للدور الثاني، ما كانش يعني في فرق اتاهلت على طول لدور الثمانيه اللي هم سبورتنج وهليوبلس وسموحه والاهلي، اربع فرق اتاهلوا من دور ال 16 على طول. خلينا نكمل، مصر التامين تقابل نادي الزمالك، الفايز منها يقابل نادي سبورتنج. مدينه نصر والطيران، الفايز منهم يقابل نادي هليوبلس، ومن هنا نقول ان نادي سبورتنج وهليوبلس الزمالك الطيران اعتقد ده في المرحله الثانيه او في دور الثمانيه. الناحيه الثانيه سموحه برضه متاهله على طول دور ال 16، والصيد اكتوبر الفايز منهم هيقابل نادي سموحه في دور الثمانيه. الشمس والجزيره وهي مباراه قويه جدا، واصطدام الاهلي بالجزيره في دور الثمانيه اعتقد هي مباراه قويه، بالذات ان نادي الجزيره قدر يجيب محترفه امريكيه قويه جدا جدا، كل دوري سيدات بيتكلم عليها زي ما احنا بيتكلموا على المحترفه عندنا، لكن شاكيلا نان، لكن دوري كره السله سيدات مشتعل، في محترفات، في دخول مديرين فنيين اقوياء جدا داخل الدوري او داخل كاس مصر في بطوله السيدات عامه بصفه عامه، في اشتعال في الموقف. لكن ان شاء الله باذن الله هيكونوا برضو بناتنا عند حسن ظننا باذن الله. هنروح تقرير للكابتن علي هاشم هنشوف قال ايه وترجعوا لنا مره ثانيه. خلصنا الدور الاولاني من الدوري المرتبط، كنا في المجموعه الاولى كسبنا يعني الحمد لله العلامه الكامله مع فرقه ال 18 سنه، برده كان معانا الصيد والزهور والمعادي. خلصنا الدور ده، عندنا دور ال 16 يوم الاثنين ان شاء الله، الاثنين والجمعه يوم الاثنين والجمعه يوم 14 هناخد فرقه 6 اكتوبر ان شاء الله، ربنا يكرمنا يعني الجيمين في المتناول باذن الله. بعد كده السنه دي المفاجاه اللي احنا هنروح لسبورتنج المنافس بدري اللي احنا هناخده في دور الثمانيه، يعني هي الترتيبه جت كده، يعني سبورتنج كمان اللي خلاها يجي في سكتنا ان خسر من الجزيره الماتش بتاع الاسكندريه. بس النهارده كانت قرعه الكاس، برضو القرعه هناخد الجزيره في دور الثمانيه ان شاء الله، ربنا يكرمنا هناخد سموحه دور الاربعه باذن الله، ربنا يكرم وتمشي كويس ان شاء الله سبورتنج في الفاينل باذن الله. التدعيمات طبعا احنا ما دعمناش كتير ان الفرقه ستيبل من السنه اللي فاتت وفرقه بطله. جبنا بوين جارد رضا محمد لعيبه منتخب مصر وكانت في نادي الغابه وراحت نادي الزهور السنه اللي فاتت اعاره. جبنا الامريكيه شاكيلا لحد دلوقتي طبعا لسه طبعا هي المفروض لعيبه تالنت، لعيبه واخده احسن لعيبه في الدوري الالماني لمده سنتين، السنه اللي فاتت واخده توب سكورر في الدوري اللبناني واحسن لعيبه. يعني لحد دلوقتي ماشيه كويس، مش هنقدر نحكم او مش انا يعني مش هقدر اطمن غير في الماتشات اللي جامده ان شاء الله باذن الله، بس ان شاء الله يعني نسابها عاليه جدا باذن الله ان شاء الله. معايا من فرقه 18 معانا خمسه، معانا ايه الفي ومعانا حبيبه محمد ومعانا اله علي ومعانا سلمى موفق معانا ملك هشام، في خمسه في 18 بيطلعوا لي يعني موجودين معايا بصفه مستمره يعني كل البطولات ان شاء الله باذن الله. احنا النادي الاهلي مش يعني ما فيش مركز تاني ده مش موجود، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم وتمشي زي ما الامور ماشيه ان شاء الله، يبقى الدوري المرتبط ان شاء الله يبقى اول بطوله. احنا ماشيين ستيب باي ستيب يعني ان شاء الله دوري مرتبط هي اول بطوله هنخلصها، وبعد كده هنفكر في الكاس والدوري وهكذا ان شاء الله باذن الله. اهلا
اهلا بكم مره ثانيه بعد التقرير بتاع كابتن علي هاشم اللي شفناه قدامنا، المدير الفني لكره السله سيدات، وهو بيتكلم على فرقته وبيتكلم على الاحداث اللي جايه له والمباريات اللي جايه له، وبيتكلم بصفه عامه عن الروح الموجوده داخل الفريق والماتشات الصعبه. لكن احنا متاكدين وواثقين فيك كابتن علي ان شاء الله في المرحله اللي جايه هتستمر على الاداء الجيد وهيستمر على كل تكاتف كل اللاعبين لاحراز كم البطولات باذن الله لفريق كره السله سيدات. هنسيب اخبار النادي الاهلي وهنخرج لاخبار مهمه جدا. 60 سنه اتحاد الفروسيه ما وصلش اولمبياد، السنه دي لسه واصل تاني اولمبياد، تاهل رسميا اتحاد الفروسيه لطوكيو 2020. اكيد دي حاجه كويسه لينا، لان كل ما هنكتر الالعاب الفرديه وهيخشوا ان شاء الله باذن الله ربنا كمان يدينا امل ان يكون عندنا ميداليات اكتر كثيرا جدا. اتاهل المنتخب الوطني للفروسيه لقفز الموانع دوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2020 بعد الفوز في بطوله الامم اللي اتلعبت فين؟ في المغرب، اتلعبت في المغرب في مدينه الرباط المغربيه. المنتخب الوطني بيضم لاعبين سامح الدهان ونائل نصار ومحمد طاهر. البطوله دي 17 منتخب مشارك جوه البطوله كلهم عرب. لسه اعرف ان هم اسيا افريقيا بيتضموا مع بعض واغلبهم عرب، لان بحكم ان الخيول دي غاليه جدا، سعرها غالي جدا، فاعتقد العرب هم اللي يقدروا يعملوا ده. اشترك 17 دوله، يعني اشترك منها العراق والكويت والسعوديه والامارات، عمان، البحرين، الاردن، لبنان وسوريا وتونس والجزائر والمغرب، يعني فرق كثيره جدا. لكن ده تاهل تاريخي، لان تقعد 60 سنه وتوصل اولمبياد اكيد دي حاجه مهمه جدا جدا. الجيل ده المهندس ابو حاطب قال عن الجيل ده ان هو الجيل الحالي من فرسان صنعوا تاريخا لم يحدث منذ 60 عاما بتاهل المنتخب الى الدوره الاولمبيه التي لم يتاهل لها اي منتخب مصري اخر من دوره الالعاب الاولمبيه التي استضافتها العاصمه الايطاليه روما عام 60. كمان قال المهندس ابو حاطب ان هو رئيس مجلس اداره تاكيد اللجنه الاولمبيه ورئيس الاتحاد المصري والافريقي للفروسيه، انه سعيد جدا بالتاهل خاصه في وسط الفرسان اللي كانت موجوده وفي وسط الابطال اللي كانوا موجودين قدرنا نوصل للاولمبياد. في حاجه مهمه قال عليها ان سعر الحصان اللي احنا بنمتلكه كمصر يعني بمقارنه بالحصينه او اسعار الحصينه بره، ان في حصان وصل في خيول وصلت ل 35 مليون يورو الواحد. يعني الامارات والسعوديه بيمتلكوا حصينه غاليه جدا، وكمان المغرب بيمتلك حصينه خاصه بالملك، فاكيد دي اسعارها عالية جدا جدا، الفرق كبير جدا. لكن أبطالنا بالعزيمة بالإصرار قدروا يوصلوا. أكيد بنبارك للاتحاد الفروسية وأكيد بنبارك لكل أبطالنا اللي قدروا الحمد لله يوصلوا لأولمبياد طوكيو. نتمنى إعدادهم الجيد لطوكيو، لأن دايما بيكون الوصول سهل لكن الإعداد بيبقى أصعب. الإعداد بيبقى أصعب إن إحنا بيكون طالبين حاجات كتيرة جدا، وبالذات بيكون عندنا طموح وامال، وكل الناس بتعقد امال على ميداليات كثيره جدا لمصر في الدوره الاولمبيه، وفي الاخر بنطلع بميداليه او اثنين. نتمنى ان هو الاعداد يكون يتناسب مع حجم الدوره الاولمبيه. هنسيب اتحاد الفروسيه وهنروح لاتحاد الريشه الطايره. اتحاد الريشه الطايره بيعلن عن بطوله مصر الدوليه ان هو هيشترك فيها 31 دوله، 31 دوله ب 107 لاعب. كتير جدا المهندس او الاستاذ هشام التهامي رئيس اتحاد الكره الطايره ان مصر بدات في التجهيز الجاد للبطوله، وان البطوله هتشهد منافسه قويه جدا بين الدول المشاركه عشان مصر تفوز بنقاطها، وده اكيد عشان والبطوله دي اتحطت داخل الاجنده الدوليه للعبه، ودي هتساعد اللاعبين على الارتقاء بالتصنيف العالمي. مصر البطوله فيها 126 لاعب ولاعبه، مصر بتشارك تقريبا بنص العدد 47 لاعب، وال30 دوله التانيين بيمثلوا بقيه او اللاعبين بيمثلوا 30 دوله من اصل 126. نتمنى لهم التوفيق باذن الله. سيب اتحاد الريشه الطايره وهنروح لكابتن مروه عيد، كابتن النادي الاهلي في سيدات كره اليد وكابتن نادي نيس الفرنسي المحترفه في اوروبا. كابتن مروه عيد لعبت مباراه مع نادي من سلوفاكيا في بطوله اوروبا، وده كان حلمها ان هي تلعب بطوله اوروبا، وقدرت تحقق حلمها وما شاء الله عليها كسبت كمان في نادي سلوفاكيا في سلوفاكيا. كسبوا كام؟ كسبوا 29-17. حاجه مهمه جدا في تاريخ مروه عيد، في تاريخ كره اليد النسائيه في مصر، اللي احنا المفروض نبني على كابتن مروه عيد بجد صراحه، بصراحه نبني عليها منتخب مصر بخبرتها بشكلها دلوقتي بوضعها في اوروبا باتصالاتها بعلاقاتها، اعتقد هتفرق كتير جدا مع منتخب مصر. مروه عيد السنه اللي فاتت حققت تاني الدوري الفرنسي مع نادي نيس،
خلي بالكم انا بقول تاني، هي كابتن نادي نيس حياتي السنه اللي فاتت تاني الدوري، وخدت احسن صانعه العاب في الدوري الفرنسي. كل امنياتنا الطيبه لمروه عفوا، كل امنياتنا الطيبه لمروه باذن الله، لان هي فعلا خير سفير لكره اليد المصريه للسيدات، وكل امنياتنا الطيبه ليها باذن الله. نروح لاخر خبر معانا النهارده، وهو خبر من وجهه نظري الاعلام مش واخد حقه شويه في الاعلام، بمعنى ان احنا مش هنحط عليه السبوت، احنا كلنا لازم نتكلم لان الموضوع في اسم مصر. واتكلم على اتحاد رفع الاثقال. اتحاد رفع الاثقال بعد ثبوت 5 لاعبين بجرعات ايجابيه للمنشطات، كويس، مع ان اللي انا عارفه ان هي مش منشطات، لكن هنقول عينات ايجابيه للمنشطات، تم ايقاف 5 لاعبين. 5 لاعبين منهم ايه بقى كمان؟ منهم ساره سمير. ساره سمير بطلتنا اللي لعبت قبل كده، اللي لعبت قبل كده وكسبت برونزيه اولمبياد ريو دي جانيرو، وكسبت بطله شباب وبطله عالم شباب شابات وناشئات، بطوله افريقيا كبار، وبطله بحر المتوسط. ساره سمير مش محتاجه تعريف، لكن عندنا مشكله في المدرب اللي ادها الجرعه قبل وهي داخله للبطوله لدوره الالعاب الافريقيه اللي هي اتسحب فيها الميداليات، هو كابتن محمد موسى. كابتن محمد موسى ده عنده قبل كده سابقه مع اللجنه البارالمبيه، اعتقد ان كلنا عارفينها كويس، لكن في الاخر حصل تسبب وحصل مشكله ان تم ايقاف اللاعبين. المشكله الاكبر بعد ما خلاص اتوقفوا 5 لاعبين الاتحاد اتوقف، بالتالي هتعود على محمد ايهاب. محمد ايهاب ده بطلنا اللي هو بعيد تماما، اللي اتقال له خد ده، اتقال له كده بالظبط. محمد ايهاب قال لا انا ما باخدش حاجه بره الدكتور بتاعي، انا باخد طبقا للدكتور بتاعي، ما شاء الله عليه عشان هو عارف. محمد ايهاب بقى بطلنا، دخلنا في قصه ثانيه. دكتور اشرف صبحي طبعا دخل حل المشكله، الولد كان عايز يعتزل ودخل حل المشكله ان هو لازم يستمر ولازم يكمل اعداده لدوره طوكيو. خلي بالكم ان ساره سمير كان حاطين عليها امل في ميداليه او اتنين في بطوله في دوره الاولمبياد. النهارده ساره سمير بره بنسبه 99% بره، لكن محمد ايهاب هو الامل بالنسبه لنا. الامل بالنسبه لنا، لكن هيلعب فين؟ مش هيلعب تحت اسم مصر، هيلعب تحت شعار العالم الاولمبي. بمعنى ان هو النهارده هيسافر، ولما يلعب تحت شعار عالم اولمبي الميداليه ما تضافش لمصر. طب ازاي؟ ازاي بعد ما تعبنا ودفعنا وعملنا كل ده؟ اكيد الناس بتحقق دلوقتي، واكيد لازم الدوله تتدخل في التحقيق، لان ده في الاخر الدوله صارفه على اللعيبه دي عشان نحقق ميداليات، عشان نفرح الشعب اللي كل يعرف مين ساره سمير ويعرف مين محمد ايهاب. وانا بقول اللعيبه مظلومه في الحته دي، لان اللعيب في الاخر بيسمع كلام مدربه، مدربه اللي بيقول خد ده وما تاخدش ده. اكيد طالبين تدخل واضح جدا من الدوله في هذا الموضوع. انا عارف ان اللجنه الاولمبيه بتحقق، لكن الموضوع صعب جدا لما يكون عندنا ابطال عالم، ابطال من ذهب، ابطال بيحققوا ميداليات لمصر، احنا كلنا مستنيين بس نطلع علم مصر. علم مصر يطلع ويتعزف النشيد الوطني، ده لو محمد ايهاب كسب ميداليه هناك علم مصر مش يعني سوري السلام الوطني لمصر مش هيتعزف. لكن في الاخر بنحاول، وهو بقول لك الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بيحاول ان هو في الاخر يلعبه تحت العالم الاولمبي عشان يبقى عندنا ميداليه اولمبيه. لكن في الاخر بنقول ان غلطه بتكلفنا كتير، لازم المسؤولين يكونوا مراعيين ده، لازم الناس اللي هي بتشتغل على منتخبات مصر يكون عندها الفكر اللي هو واضح، ان ما تديش حاجه لحد غير ما يكون عارف نتائجها ايه. النتيجه في الاخر ان اتحرمت عندنا بطله كبيره اسمها ساره سمير من الدخول للمحفل الاولمبي. نتمنى ان احنا نتابع ده جيد جدا، كلنا مستنيين نتائج التحقيق. اعتقد ان ده موضوع مهم جدا لازم يتفتح كل يوم لغايه ما نعرف نتيجه التحقيق بتاعته شكلها ازاي. خلينا نخرج للفاصل ونستقبل ضيفتنا الكبيره بطله الجمباز. فرح سيد محمود إحدى لاعبات المنتخب الوطني الأول للجمباز ونجمة النادي الأهلي، هي من أهم اللاعبات المتوقع صعودهن للأولمبياد المقبلة المقرر إقامتها صيف العام القادم بمدينة طوكيو اليابانية. فرح من مواليد 2001 بدأت مسيرتها مع الجمباز داخل جدران القلعة الحمراء، وهي في الثالثة من عمرها بدأت في اكتساب الخبرات حتى وصلت لعامها 14
لتنضم لصفوف منتخب الناشئات ولتخوض بطولة سلوفينيا الدولية، لتحقق فيها بنت النادي الأهلي 3 ذهبيات، كأول في الفرد العام وأول في عارضة التوازن وأول متوازن، إضافة إلى قيادتها للمنتخب لحصد المركز الأول بالبطولة نفسها. ثم شاركت مع المنتخب في البطولة العربية للناشئين 2015 وحصدت 2 ذهبيتين و2 فضية. أعقبها المشاركة في البطولة الإفريقية بنفس العام وحققت 2 برونزيتين في الفرد العام وبرونزية المتوازي. شاركت نجمتنا اليوم مع المنتخب عام 2017 في بطولة العالم وحصلت فيها على المركز الخامس على جهازي عارضة التوازن والمتوازي، ثم شاركت في بطولة العالم بمونتريال. استطاعت في البطولة الإفريقية عام 2018 للكبار الحصول على ذهبية الفريق وفضيتين في الفرد العام وعارضة التوازن، وفي نفس العام شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا ودخلت في قائمة أفضل 24 لاعبة للبطولة في الفرد العام قبل أن تشارك مع المنتخب في بطولة العالم، لينجح المنتخب ككل في الصعود لبطولة العالم التي أقيمت منذ أيام بمدينة شتوتغارت الألمانية. ثم شاركت في كأس العالم بكرواتيا منذ عدة أشهر ودخلت في قائمة أفضل 8 لاعبات في أجهزة المتوازي وعارضة التوازن قبل أن تشارك فرح في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت منذ أسابيع في المغرب، وحصدت فيها لاعبتنا فضية الفرد العام وفضية حصان القفز، وأخيرا شاركت رفقة منتخبنا في بطولة العالم بشتوتغارت. تأمل فرح في رسم البسمة على الشفاه الأهلاوية بتحقيق حلم الصعود للأولمبياد المقبلة، لا سيما وأنها ستواجه منافسة قوية مع زميلتها فرح أحمد، إضافة إلى لاعبات منتخب جنوب إفريقيا. فراشة الجمباز ما شاء الله عليها فرح سيد، نجمة كبيرة في 4 سنين محقق حاجات كبيره جدا جدا جدا، وكل الناس بتوقعه ان هي تبقى ان شاء الله باذن الله في اولمبياد طوكيو 2020. نرحب بكابتن فرح سيد. كابتن فرح منورانا ومشرفانا. شكرا. هبدا من النهايه مش من البدايه. اوكي. النهايه بتقول ان احنا كل الناس حاطه امال على فرح سيد ان هي تكون متواجده داخل طوكيو 2020. هو دي طبعا حاجه انا بتمناها، واحنا بنعمل بروجرس من اول ما بدات لحد دلوقتي، وهو الاتحاد محدد مدربين معانا من 2015 مسكونا وبيعملوا خطه عشان نقدر نتاهل منها لاولمبياد 2020 باكتر من لاعيبه. كويس. الخطه دي ماشيه على خطه سفريات بره مصر، معسكرات داخليه وخارجيه، ولا ايه بالظبط؟ هم اول ما بداوا كانوا حاطين ان احنا نطلع معسكرات، واحنا فعلا طلعنا اكتر من معسكر. طلعنا معسكر في البرتغال في 2018، وطلعنا في 2019 معسكرين، واحد في روسيا وواحد في اذربيجان. ما شاء الله. طموح فرح سيد تكون متواجده في الاولمبياد، ميداليه ولا تواجد؟ هو ترتيب. ترتيب. يعني احنا من اولمبياد اللي احنا شاركنا فيها كلها باللاعبات كان الرانكينج بتاعنا مش ظاهر قوي، بس احنا على مدار السنين اللي فاتت احنا بدانا يبقى الرانكينج بتاعنا موجود ونبقى متشافين، يعني في بطولة العالم بقوا شايفين وعارفين احنا جايين مصر بنعمل رانكينج، مش جايين بس تمثيل وشرف ونمشي. حلو جدا جدا جدا. لا لو رجعنا الاول خالص، فرح سيد من اول ما بدات الجمباز كانت عينيها على طول على بطولة الاولمبياد، ولا كانت البدايه عاديه جدا في النادي الاهلي؟ عايز اعرف بدايات فرح سيد ايه. انا ابتديت بلعب، دخلت مع فريق اكبر مني. كويس. انا اول ما اتولدت كان اخويا اكبر مني في السن. أيوة. وبيلعب جمباز. هو دي البدايه، بدايتك بسبب اخوكي. بسبب اخويا. اخويا اكبر مني ب7 سنين، فانا كويس. اول ما اتولدت اول ما اتعلمت امشي كنت بمشي في صاله الجمباز في النادي الاهلي. كويس. وبعدين بقى هي لعبه محتاجه هايبر ومحتاجه ناس عندها باور، فاي طفل بيبقى عنده باور بيحب يخشها. بس وبدات من عندي 3 سنين وبعدين بدات ادخل. دي الصوره دي كانت كام سنه؟ دي كانت طولة تحت 8. تحت 8. بدايات فرح سيد كانت كان عينيكي بقول لك كانت جايبه لبطوله الاولمبياد، ولا ما كانش ده لسه عندك كتارجت؟ كان عندك لسه اهداف قليله شويه؟ لا كان لسه اهداف قليله، دي كانت لسه تاني بطوله ليا في الجمباز.
وحققت ساعتها خدنا اول فريق وخدت اول بيم. اي واحده فيهم؟ انا اخر واحده اللي على الشمال. اللي رفع ايدك. مظبوط تمام عشان بس لسه عارفك كويس. ساعتها بدانا نخش في تصنيف او بدانا نخش في مكسب. دي البدايات. وبعدين احنا اول حاجه بطولات بنتشاف فيها عشان خاطر نقدر نروح يختارونا ندخل منتخب الجمباز بتبقى من اول بدايات درجه ثانيه. ساعتها بيبقوا بقى مدربين المنتخب بيجوا يتفرجوا على البطولات وعلى اساسها على اساس الترتيب وعلى اساس اللي هم شايفينه يقدر يتطور بعد كده بيختاروهم. كويس جدا جدا. فرح سيد انا عارف ان كابتن ان في كذا نوع من انواع الجمباز، جمباز ايقاعي، جمباز فني. انت شغاله على الايقاعي؟ انا شغاله على الفني. على الفني، انا اسف سوري، على الفني. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفني اربع اجهزه. كويس. متوازي وعارضه التوازن وحصان قفز وحركات ارضيه. الجمباز الايقاعي بيبقى معتمد على الادوات اللي بيشتغلوا بيها مش كويس. اجهزه. بس طب سؤال، ليه اخترتي الفني مش الايقاعي؟ ولا ده ما اخترتهوش انت، المدرب بتاعك هو اللي اختارك تروحي في الاتجاه ده؟ هو على حسب الطفل لما بيبدا. انا كان عندي القوه احسن من المرونه. يعني انا مرونتي كويسه بس انا القوه عندي احسن. فهو الايقاعي بيعتمد على مرونه اكتر بكتير من من اي حاجه. طب اكيد تدعيم الاسره كان تدعيم مهم ان انت توصلي تبقي بطله كبيره في مصر بالشكل ده وافريقيا. اكيد كان الاسره ليها عامل، وعامل كبير وعامل مؤثر معاكي في حياتك. طبعا انا اسرتي كلها كانت ورايا من اول ما ابتديت، واخويا دايما بيدعمني ومامتي وكل اهلي كلهم كانوا تعبانين معايا، وطبعا مشوار النادي والتمرين ودراسه معاهم فالموضوع كان بيبقى صعب قوي. اخوك يدعمك ولا بيكلمك وبيناقشك في فنيات الجمباز؟ الاثنين. انا اخويا دلوقتي مدرب معايا اصلا وبيدربني في منتخب الجمباز. هايل. فاحنا بقينا كيفيه التعامل. عايز اعرف اخوات في البيت وبره مدرب واخته، يعني الموضوع صعب شويه، بيتعاملوا مع بعض ازاي بصراحه بجد؟ احنا يعني ممكن عشان هو اخويا فانا بتعامل معاه في التمرين بحريه اكتر لما باجي اكلمه في حاجه. بس يعني في النهايه بيبقى راي المدرب هو اللي بيمشي. اكيد لحظات انتصار كثيره جدا في حياه فرح، وفي لحظات هنقول في اخفاق او في نزول في المستوى. ايه اللحظه اللي في حياتك حسيتي ان انت فعلا في اخفاق شويه؟ اخر بطوله، في بطوله رحتها في كاس عالم وكان خلاص بيني وبين الميداليه خطوه، بس حصل باد لك ووقعت. وقعتي. بس شفتي ده ازاي؟ اكيد لما بتيجي تفكري وتشوفي بتشوفي ده جواكي ازاي؟ بتشوفي دور النادي الاهلي، النادي الاهلي شخصيه البطل والقصه دي كلها، كل ده بتجسديه ازاي جواكي تاني عشان تقومي للمرحله اللي بعدها؟ اي لاعب جمباز على مدار سنوات اللعبه اكيد هيخفق وهيقع في بطوله. عشان هي لعبه مش كل مره بتيجي الدور زي اللي قبله. تمام. ف انا بعرف الغلط، يعني انا خلاص البطوله لعبت وقعت. بنعرف الغلط وبنرجع نشتغل عليه ونكرر اكتر من مره، فالغلط ده خلاص بيتحفز على الصح. فبيتحول ان انا خلاص ما بفكرش فيه، جسمي اوتوماتيك بيعمل الصح. انا بس عايز ارجع اللي فاتت دي يا شادي لو سمحت، عايز اوريكي حاجه كده. المدرب بتاعك في اللقطه اللي فاتت بيتحرك رايح جاي بينك وبينه، يا ريت ترجعوا لنا اللقطه دي تاني عشان بس نتكلم عليها مع كابتن فرح. المدرب بتاعك بيتحرك بيمشي من قدامك ويرجع تاني ويلف ويرجع وهكذا. الوضع ايه؟ ليه بيعمل ده؟ هو اهم حاجه ان المدرب، عشان لو اي وقعه هي الجمباز لعبه خطر، فلازم بقى المدرب حواليك عشان جابوها لنا على الشاشه. لازم بقى المدرب حواليك عشان لو اي حاجه غلط حصلت يقدر يلحقك عشان ما يحصلش اي حاجه في الوقعه. ما في اكيد الارضيه يعني مصممه لده؟ هي الارضيه مصممه بس الجمباز مش حركاتها صعبه. مش زي اي لعبه تانية. هي طبعا في سيفتي وفي كل حاجه بس هو المدرب هنا بعيد عنك. امان. هو هنا بعيد عني. ليه بقى؟ عشان خاطر هو ما ينفعش يدخل يلمسني، عشان لو دخل لمسني في اي حركه في الجمله هتتحسب لي وقعه. تمام. فهو بيبقى واقف بس كسيفتي، يعني كامان ليا. كل ابطال العالم كده؟ مفيش مشكله. بصي جالك الناحيه التانية. لا هو بيشاور بايده. بيشاور بايده عشان يعني خاطر ده تعود، يعني انا متعوده لما بيشاور بايده كده فوق فانا برفع رجلي شويه فبتيجي الحركه مظبوطه. ده تعود، يعني الذهن خلاص متعود على الشكل ده، فانا لما يحصل كده قدامي جسمي بيتحرك زي ما بيتحرك في التمرين. اي بطوله دي؟ دي كاس العالم في سلوفينيا في 2019 السنه دي. السنه دي عملنا ايه؟ طلعت المركز الخامس. هايل.
المركز الخامس اكيد على مستوى الجمباز في العالم، مركز متقدم جدا 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 طبعًا. لكن كلميني بصفه عامه عن مشاركاتك الدوليه. مشاركاتك الدوليه وانت لسه ناشئين، اعتقد ان انت كسبتي في البطوله العربيه وحصلتي ميداليتين، وكمان شاركتي في بطوله العالم في 17، يعني الامور ما شاء الله عليكي ماشيه بخطى ثابته. انا بدات مشاركات دوليه مع المنتخب من اول 2015. كويس. اول بطوله ليا كانت في سلوفينيا، بطوله دوليه. جبنا ساعتها اول فريق، وانا حصلت على اول فردي عام واول متوازي واول بيم وتاني ارضي. ما شاء الله. دي كانت اول بطوله، ودي كانت بدايه تحفزني ان انا لسه قدامي. دي بدايه فرح سيد وهي عندها 15 سنه. تمام. دي كانت بدايه تحفزني ان انا لسه عندي حسيت ان انا وسط الناس وفي البطولات، ان انا قادره ان انا انافس. مش ان انا بعيده، او ان احنا بالنسبه لنا ان احنا بره ده ناس مختلفه عننا، بس احنا لما سافرنا ولعبنا لا احنا مفيش فرق بينهم، احنا برضو بنتقدم وبنتطور وبنقدر نبان بشكل كويس. عجباني الروح اللي بتتكلمي بيها. قولي لي، شافوا مصر ازاي في فرح سيد؟ يعني اكيد الناس بره في اوروبا شايفين ان هم متسيدين اللعبه، مع اعتقد مع برضو مع شرق اسيا والقصص دي كلها متسيدين اللعبه شويه. شافوا ازاي مصريه في وسطيهم في بطوله عالم؟ احنا بنحاول نظهر باحسن صوره كمعامله كنظام كاحترام للمواعيد ككل حاجه، عشان نبين صوره لمصر ان احنا منتظمين. وروحنا ان احنا بنشجع بعض، وروحنا واحنا بنلعب ان احنا واقفين جنب بعض وبنساند بعض، ده بيخلينا نطلع الجهاز نأدي كويس. وفي النهايه ان احنا اللعبه احنا بنطلع نستمتع عشان دي رياضه، فاحنا عايزين نطلع نستمتع باللي احنا بنعمله. بتستمتعي باللعبه دي بدون اي دعم اعلامي وبدون اي فلوس او تدر عليكي، بتستمتعي بالرياضه، بتعمليها ازاي؟ في النهاية احنا بنلعب الرياضة كاستمتاع للرياضة، مش عشان خاطر شهرة او اي حاجة. بس في اخر فترة من اول ما احنا بدأنا نعمل نتائج في 2017، واحنا الاعلام بدأ برضو يهتم بينا، يعني احنا كنا زمان متهيألي ما بنظهرش خالص في الاعلام خالص، ما كنتش بشوف حد بيظهر. بس من بعد 2017 بدأنا نظهر اكتر، وبدأنا الناس تستضيفنا، والناس بدأت تبقى عايزه تعرف اكتر خلفيه عن الجمباز، والاقبال على الجمباز كمان زاد. يعني الناس اللي بتشترك دلوقتي في بطولات تحت 7 حوالي اكتر من 1000 لاعب في جمباز البنات وجمباز الولاد. الجمباز في النادي الاهلي بصراحه مش مكتظه، يعني فوق بعض، يعني عايزين 10 صالات كمان. اصل هو الجمباز ده اساس لاي لعبه ثانيه، يعني هو بيبني قوه وبيبني مرونه وبيبني كل حاجه وتوافق عضلي للطفل. فهو ممكن حتى لو مش عايز يكمل في الجمباز، هو بنى جسم يقدر يلعب بيه اي لعبه تانية هو حاببها. كنت موجوده في حفله النادي الاهلي اللي عملها في مدينه نصر؟ اه. سلمتي على رئيس النادي كابتن محمود الخطيب؟ طبعا. شعورك ايه؟ طبعا فخوره ان انا كنت بسلم على رئيس النادي وكل حاجه. الصوره ايه؟ اتصورتي معاه؟ كانت لحظه بالنسبه لي بجد، كنت مبسوطه جدا. لما قالوا لك انت راح تتكرمي في النادي الاهلي، بيتك بقى؟ انا ما كنتش مصدقه يعني ان انا بتكرم دلوقتي من النادي اللي انا كنت بشوفها على طول لعيبه الكوره والناس بتتكرم، بس انا ما كنتش متخيله ان الكلام ده. فرح بصراحه ان هم يكرموا لعيبه الكوره بس شويه، ان هم ما كانوش مهتمين بباقي الرياضات في الاهلي اكتر من الجمباز من الكوره، بس هم بداوا يهتموا فعلا بكل الالعاب مش بس كوره، يعني ما بقاش النادي الاهلي كوره بس. طول عمر النادي الاهلي بطولاته في كل الالعاب، الجمباز والهاندبول والباسكت والطايره والالعاب الميه والكوره كله، يعني ده التاريخ بتاع النادي الاهلي. اكيد انت هتبقي جزء من التاريخ اكيد في ميدالياتك اللي انت بتجيبيها دي للنادي الاهلي ومصر. لكن كلميني على شكل المنافسه بقى في مصر، شكل المنافسه المحليه، انت وفرح احمد بس ولا ايه المنافسه شكلها ازاي بالظبط في مصر؟ لا هو طبعا في لاعبات تانية، بس انا وفرح احمد طالعين مع بعض من 2016 او من 2015 واحنا بنلعب مع بعض. يعني مش عايزه اقول احنا الوحيدين اللي في مصر، بس احنا اكتر اتنين بننافس دلوقتي يعني. ف من 2016 كمان، عشان انا وهي كنا واخدين اول وثالث افريقيا، وفي البطوله العربيه كنت انا واخده اول وهي واخده تاني، فاحنا على طول ماشيين مع بعض. فالروح دي اصلا بتخلي كل واحد عايز يتطور، دي روح كويسه بين اللعيبه. تتعاملوا مع بعض ازاي؟ بتلعب في نادي ايه؟ فرح؟ فرح في مؤسسه اسكندريه. في المؤسسه العسكريه اسكندريه؟ بيتعاملوا مع بعض ازاي بصراحه؟ يعني انا وفرح دلوقتي اكتر من اخوات، يعني احنا بقالنا من 2017 لحد دلوقتي انا قعدت معاها اكتر ما قعدت في بيتي في الثلاث سنين دول. قاعدين في معسكر من 2017 ل 2019، بنروح مثلا اسبوع يوم كل اسبوع، والاسابيع اللي قبل البطوله ما بنروحش اساسا، بنفضل قاعدين. قاعده محترفه رياضه. اه. والدراسه مفيش؟
لا في دراسه الصورة طبعا. الصوره دي لا هتيجي الصوره بس الاول، الصوره طلعت على طول. الصوره دي مين؟ دي رضوى الجوهري محكمه ومدربه معانا في المنتخب، ودي فرح احمد، ودي انا في البطوله الافريقيه 2018. شكلكم زي بعض صح؟ احنا من كتر احنا قاعدين مع بعض بقى دي حقيقه شكلكم زي بعض واضح جدا. لكن كلميني النهارده بتحترفي رياضه وقاعده في رياضه، قلت لي انا قاعده معسكرات وقاعده وقاعده. بتتعامل ازاي مع الدراسه؟ بتعامل مع الدراسه يعني احنا بنيجي بقى قبل الامتحانات مثلا بشهر ولا بشهرين. احنا طول السنه ما بنروحش مدرسه، يعني احنا قاعدين في معسكر ما شاء الله. فما بنروحش اساسا. لا هايل بصراحه، يعني تديني رؤيه ونظره للشباب الصغير ما بيروحوش المدرسه، بس ما فيش مشكله اتفضلي. ما هو احنا دلوقتي بنحاول نعمل نتيجه كويسه لمصر، يعني احنا بيحاولوا يمشونا على النظام بره، هم بره عندهم التعليم جوه التمرين، يعني هم مثلا المدرسين اللي عايزينهم بيجوا لهم جوه التمرين، هم قاعدين في المعسكر طول السنه قاعدين بيتمرنوا جمباز بس. فاحنا المدربين بتوعنا حاولوا يعملوا معانا كده، فاحنا طول الفتره قاعدين في معسكر، ومثلا بنقول للمدرسين بقى قبل الامتحانات بشهرين عايزين كل المدرسين يجوا لنا في كل المدرسين يجوا لنا في المركز الاولمبي عشان احنا معسكرين هناك. وتشتغلي في المركز الاولمبي، بس عجبتني في كلمه، احنا بنتعب عشان خاطر مصر، عشان نحقق حاجه لمصر. اكيد وانت بتحققي حاجه لمصر اكيد بتشوفي قدامك علم مصر، بس هو اللي انت عايزه ترفعيه، واكيد كلنا بنسبورت ده، واكيد هي الرياضه ده ان هي ترفع اسم بلدنا فوق. اتمنى لك ان في الدراسه هو نفس بالظبط المستوى الرياضي، يا رب تكوني في المرحله الجايه مستوى الدراسي نفس المستوى الرياضي. كلميني عن الاحتراف. احنا يعني انا ما اتمناش العب باسم نادي خالص غير النادي الاهلي ومصر. بره مصر؟ ايام لا برضه مش عايزه، انا عايزه افضل في مصر. احنا عندنا لاعبتين محترفين، يعني عندنا شيرين الزيني ومندي عصام. دول بيتمرنوا في هولندا وبييجوا يلعبوا البطولات الدوليه باسم مصر. كويس. بس انا كفرح نفسي افضل اتمرن في مصر، يعني ممكن نزود عدد المعسكرات ان احنا نروح نتعلم من بره مهارات جديده، معسكرات، طريقه تمرين. لكن ما نروحش بره، لكن ما سافرش بره، انا احترف افضل هنا. اكيد النهارده وانت بقيتي بطله اكيد دور الاسره احنا اتكلمنا عليه متواجد، فنفسك تقول لهم حاجه، اكيد عايزه تقول لهم حاجه النهارده لما بقيتي بطله مصر وافريقيا وما شاء الله عليكي كل الناس بتتكلم عليكي انت وفرح احمد التاهيل للاولمبياد، تقولي ايه للاسره بتاعتك؟ بشكرهم على كل التعب اللي تعبوا معايا الفتره اللي فاتت دي كلها، وان هم مستحملين ان انا ما بشوفهمش، وعلى طول هم بيجوا لي، وفي اي وقت بحتاجهم بلاقيهم وبيكلموني على طول. وبشكر اخويا ان هو على طول واقف في ظهري وما بيسيبنيش، ان انا مثلا لما باحبط او حاجه هو بيقعد يشجعني ويقول لي لا انت تقدري، انت عندك اكتر، انت تقدري تروحي الاولمبيكس، انت تقدري تعملي كل حاجه. فرح سيد اكيد ليها مدربين في حياتها. مدرب اخوكي بس؟ انت ما قلتيش اسم اخوك، خلي بالك عايز اعرف اسمه. محمود سيد. محمود سيد، كابتن محمود سيد، عشان بقى ده كبير كبير كابتن محمود سيد. لكن خلينا نقول ان في مدربين في حياه كابتن فرح اكيد مره ممكن غير كابتن محمود سيد. انا بدات الجمباز في النادي الاهلي مع دكتور لامي علي وكابتن جمال عباس. كويس. وبعدين اول فتره في المنتخب دخلتها كان معايا كابتن ابو العيله، وبعدين دلوقتي بقى مدربي الاساسي كابتن اشرف ومش اماني جمال. في الوقت ده؟ ده في الوقت ده. لو فرح سيد ما لعبتش جمباز كانت ممكن تلعبي؟ يعني نفسي العب كره قدم. هنروح لكره القدم. عايز تلعبي كره قدم؟ بتعرفي تلعبي كره؟ يعني زمان كان اخواتي بيقعدوا يعلموني ازاي العب في الملعب وجون بقى، وبقف جون حلو. سؤال مهم جدا، ماتشات الاهلي في الكوره بتقعدي قدام التلفزيون وتشجعي على طول كل اغلب ماتشات الكوره في الاهلي، ولا مواعيد تدريب مش متناسبه؟ يعني ممكن تفكسي تمرين وتروحي تتفرجي على ماتش كوره، ولا ايه بالظبط؟ يعني هو مواعيد تمرين اصل الجمباز ما ينفعش ان احنا نوقف، يعني احنا الجمباز بنفضل متمرنين طول السنه بنتمرن. مثلا بعد اكبر بطوله بتبقى عندنا بطوله العالم دي، ساعتها ممكن ناخد بعديها اسبوع بس كده خلاص. لو اتكلمنا عن الكوره هنتكلم على ده النادي الاهلي، اكيد بتشجع الاهلي اكيد 100%. بتشجع مين بره النادي الاهلي؟ في اوروبا ماليش في الكوره قوي، يعني انا بتفرج على ماتشات المهمه لمصر بس، او ماتشات الاهلي، او ماتشات الاهلي بس، ماليش في الكوره ان انا اتفرج عليها. قلت كلمه مهمه لنجم كبير في مصر كابتن محمد صلاح، قلت له ايه؟ قلت له ان هو فخر كبير لينا ان هو يقدر يعمل النتيجه دي كلها، وان العالم كله يبقى بيتكلم عنه وعن حد من مصر بالطريقه دي، فدي حاجه تشرفنا كلنا.
قلت لا، قلت انا عايزه زي ما كابتن محمد صلاح رفع اسم مصر بره، انا عايزه ارفع فرح سيد تبقى في نفس المصاف. الكلام ده صح؟ طبعا انا نفسي يعني حد تاني زي محمد صلاح يطلع ناس كتير زيه ترفع اسم مصر في ايا كان بقى في كل نجاح. طبعا اكيد اتفضلي. يعني نفسي يبقى في كل لعبه يبقى في حد زي محمد صلاح في كل لعبه، في اي رياضه عندنا في اي مجال في مصر عامه نبقى ظاهرين، مش يبقى بس عندنا محمد صلاح، يبقى عندنا اكتر من حد زيه عشان نقدر نرفع اسم مصر اكتر. قولي لي خرج شويه من الجمباز، اسمع موسيقى، هواياتك بره الجمباز ايه؟ انا بحب العب كوره وبحب ما بحبش حاجه عامه، يعني بحب القرايه شويه مش دايما. السوشيال ميديا اخبارها ايه؟ ما بستغناش، ما حدش بيستغنى عنها. طب قولي لي لما بتكسبي بطوله وكده اصحابك بقى والحديث على السوشيال ميديا في بطولاتك اكيد يعني انا عارف السن بتاعك بيقولوا راح هتعملي ايه؟ راح هتلعبي ايه؟ تعالي خرجي معانا، بتوفقي ازاي بين الكلام ده وبين اصحابك؟ اصحابي كلهم مقدرين اللي انا فيه، يعني كويس. كلهم فعلا سبورت ليا، كل اصحابي اذا كان في المدرسه او اللعيبه اللي كانوا معايا في الاهلي اللي بقوا دلوقتي مدربين هناك، كلهم بيساندوني وكلهم بيسالوا عليا وانا في البطوله وبيقولوا لي بيشجعوني ان انا العب كويس، وبعد البطوله ايا كان اللعبه اللي انا عملتها بيقولوا لي انت عملتي كويس وبيسبورت ليا، واي نتيجه بقى على طول بلاقيها شارع على السوشيال ميديا قبل ما انا اشوف اصلا ان هي نتيجه كمان على طول جري بيجروها. ما يخلص السوشيال ميديا بقت اسرع حاجه في الحياه. قولي لي لعبه الجمباز زمان زي دلوقتي ولا في حاجات اختلفت؟ لا اتطورت، والاجهزه اتطورت في الجمباز والحركات اتطورت اكتر بكتير، وبقى الجمباز كل شويه عمال يصعب، يعني الجمباز عمال يتطور ويصعب اكتر واكتر كل شويه. درجات الصعوبه بتبقى اكتر في الحركات بتاعتك على الـ على الـ على الـ على الاجهزه يعني ولا ايه بالظبط؟ الجمباز بيبقى متقسم لجزئين، درجات صعوبه ودرجات خصومات اداء. كويس. درجات الصعوبه بتتزود على درجات الاداء وبيطلع لنا مجموع التوتال، ده بيبقى مجموعك على الجهاز. ده مجموع الجهاز الواحد، ومجموع الاولر الفردي العام بيبقى مجموع كل جهاز بيتجمعوا على بعض، ده بيعمل توتال الفردي العام لكل لاعب. كويس. وفي الفريق بيجمعوا احسن ثلاث درجات على الجهاز. احسن ثلاث درجات على الجهاز يجمعوهم. كويس. ده بيطلع توتال الفريق. اكيد ليكي مثل اعلى او ايقونه غير كابتن محمد صلاح، اكيد ده ايقونه النجاح في مصر في الرياضه المصريه، لكن خلينا نقول ان اكيد ليكي مثل اعلى في الجمباز في العالم على مستوى العالم. سيمون بايلز دي بتاع يعني فعلا تاريخ دلوقتي في الجمباز الفني. محدش تمام، محدش المدرسه الامريكي يعني هم دلوقتي المتصدرين في الجمباز. امريكا هم المتصدرين وبعديهم روسيا وبعديهم الصين. كويس. دول الثلاثه متصدرين في الجمباز دلوقتي. هم دول المتواجدين، هي دي المنافسه، شكل المنافسه بينهم. لما بتقابليهم في الماتشات بتتكلمي معاهم وايه اللي بيحصل بالظبط، وداخل مبارياتك معاهم ايه الوضع شكله ازاي؟ يعني احنا بيبقى في السكادول ما بنبقاش دايما متواجدين كلنا في الفرق، بنبقى متواجدين في نفس الوقت. فمثلا بيبقوا مقسمينهم فرق، يعني مره نتمرن مره مع امريكا، نتمرن مره مع روسيا، نتمرن مره مع الصين. مش كل مره بنبقى مع نفس الفرق. طبعا اللعيبه كلها جوه الجمباز ايا كان في سبيريت، يعني ايا كان بينزل من الجهاز اللاعب ده تعرفه او ما تعرفوش بتشجعه وبنسلم على بعض وبتبقى الدنيا كلها كويسه، بتبقى في روح كويسه بين اللعيب. اكيد لو النهارده وانت نجمه كبيره لازم تقولي كلمه للبنات الصغيرين عشان يروحوا يلعبوا جمباز، والبنات اللي بتلعب جمباز تقول لهم ايه ويوصلوا ازاي؟ البنات الصغيرين حاولوا تدخلوا وتحبوا اللي انتوا بتعملوه عشان خاطر تقدروا توصلوا اللي انتوا عاوزينه، ايا كان انتوا لو بتحبوا الحاجه اللي انتوا بتعملوها تقدروا توصلوا لاعلى مرتبه فيها. وللكبار ما ييأسوش، عشان هو الزهق ده اللي بيبوظ اي حاجه، يعني الجمباز محتاج صبر. احنا بنلعب جمباز من واحنا عندنا 3 سنين. حاسس ان الموضوع صعب جدا، انا بلعب جمباز من 3 سنين يعني من وانا عندي 3 سنين وما بداتش مثلا اشارك في بطولات دوليه او اتاخد في المنتخب او اي حاجه الا وانا عندي 15 سنه، فاللي هو 11 سنه بلعب جمباز منافسات محليه بس. يعني بنتعب بس، يعني احنا فعلا بنتعب بس. قولي لي بتتمرني قد ايه في صاله الجمباز؟ في الصيف بيبقى عندنا تمارين صبح وبالليل. لا مدد، عايز مدد. مدد 4 ساعات الصبح و3 ساعات بالليل. 7 ساعات من 24 ساعة. 7 ساعات من 24 ساعة و8 نوم. مفيش في النص. مفيش حاجة. انت قاعدة في النادي من الصبح للليل؟ اه. بتعملي كده؟
بنبقى قاعدين في النادي من الصبح بالليل. وفي تدريبات بتستمر عندكم من يعني اكتر من 4-5 ساعات؟ اوقات البطوله مثلا بيبقى عندها تمرين، وبعدين بنطلع من التمرين نروح نتغدى، وبعدين نرجع يعني بشنا بتاعت التمرين بنخرج نروح نتغدى، وبعدين نرجع لصاله الجمباز تاني. التدريب داخل صاله الجمباز ولا في تدريبات فيتنس لوحديها بره صاله الجمباز؟ التاهيل ده بيبقى بعد فتره البطولات، يعني اكبر بطوله عندنا اللي هي بطوله العالم بنرجع بعديها فتره تاهيل، بيبقى تراك وجيم ومعاهم في صاله الجمباز ده اساسي. ممكن يبقى جنبه ساعات بيبقى فيه في الجيم شويه او تراك جري عشان النفس وكده. تزقيش في الجيم؟ كل الرياضيين بيجروا من الجيم بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده، كله بيجري من الجيم. بتجري من الجيم ولا لا؟ انا بحب الجيم. بتحب يعني الجيم؟ بتحب الجيم وبتحب الفيتنس كله بشكل عام؟ عامه. تمام. طيب قولي لي، لو قلنا ان الكابتن فرح النهارده وهي داخله على الاولمبياد طالبه ايه؟ ايه الدعم اللي هي طالباه؟ هو احنا طالبين دعم معنوي، ده اكتر حاجه عشان خاطر نقدر نوصل. والدعم بقى ان احنا عايزين معسكرات اكتر عشان خاطر لما نسافر، عشان المنافسه البطوله اللي جايه احنا منافستنا اكبرها مع جنوب افريقيا. والبطوله اصلا في جنوب افريقيا. تمام. فهي المنافسه هتبقى صعبه قوي، فاحنا لازم نروح رايحين جاهزين. هي دي بطوله تاهيل الاولمبياد؟ اه دي خلاص، دي اخر فرصه تاهيل الاولمبياد. امتى؟ في شهر 3 ان شاء الله، في مارس اللي جاي ان شاء الله. شايفه المنافسه مع جنوب افريقيا صعبه داخل جنوب افريقيا؟ هي اكيد. ولا نقدر نتاهل؟ لا احنا نقدر نتاهل، احنا احسن منهم. يعني انا شايفه ان احنا احسن منهم، احنا ما ينقصناش اي حاجه عنهم او عن اي حد عامه، بس احنا محتاجين تمرين وبروجريس اكتر، يعني محتاجين فتره اطول، واحنا هنقدر نتطور احسن، يعني هنلاقي نتائج احسن. يعني انت طالبه الدعم بمعسكرات خارجيه في الوقت الحالي عشان نقدر نتاهل للاولمبياد؟ اه. الموضوع ده 6 شهور؟ 6 شهور. مش عايز تقعدي في مصر؟ انا بكلم بصراحه شديده. لا انا عايزه اتمرن في مصر، بس عايزين نسافر مثلا شهر نكتسب خبرات ونتطور، يعني حركاتنا تتطور وادائنا يتحسن، ونرجع نشتغل بقى زي ما احنا شغالين. احنا بنشتغل، احنا شغالين في بروجريس كويس، بس احنا محتاجين دعم من بره عشان نتطور اسرع، فنروح جاهزين ما عندناش مشكله. التارجت الاولمبيات ده التارجت بتاع فرح سيد اللي جاي ان شاء الله، ما عندناش غيره في الفتره الحاليه، هو وثانويه عامه بقى. طب لا هنرجع تاني للنادي الاهلي، معلش، ثانويه العامه مع اولمبيات، اعتقد ان انت رايح الاولمبياد باذن الله، يعني اتمنى تروح الاولمبياد، اكيد دي حاجه مهمه جدا. لكن كلميني على المنافسه المحليه، مش مع الافراد، مع الانديه في النادي الاهلي. الانديه احنا النادي الاهلي كفريقي طول فترتنا من تحت 7 لتحت لدرجه تانية، واحنا بناخد اول على مدار الفتره دي كلها ما شاء الله. ده فريقي، الفريق اللي انا معاه من تحت 7 بمدربيني بكل حاجه. المنافسه مع مين في مصر؟ الانديه في الوقت الحالي؟ اه مؤسسة اسكندرية عسكرية وسموحة وزهور. وزهور متهيألي هما دول. والصيد. والصيد هما دول الخمس فرق اللي هما بيتنافسوا مع بعض. شايف النادي الاهلي دايما قادر على تحقيق المركز الاول؟ طبعا النادي الاهلي دايما بيطلع ابطال. 100 100. كلمة نهاية عظيمة. اخر سؤال اقوله لك، محتاجة توصلي رسالة لمين النهاردة من خلالنا؟ عايزة تقولي رسالة لمين؟ تكلمي مين؟ تقولي ايه؟ لأي مسؤول؟ لأي مدرب؟ لأي مين؟ انا بشكر الاتحاد المصري للجمباز على الدعم اللي هو بيقدمه لنا كله، ايا كان احنا اي حاجه بنطلبها من معسكر او دعم، او هم على طول متواجدين في الصاله بيدعمونا نفسيا ومعنويا وكل حاجه. بشكر دكتور ايهاب امين على اللي هو بيعمله لنا، على طول متواجد معانا في كل البطولات وبيدعمنا، وبيسافر لنا مخصوص عشان خاطر يدعمنا في البطوله، وجالنا في بطوله العالم عشان يدعمنا. بشكرهم كلهم. بشكر اعضائي. واحنا اللي بنشكرك وبنقول لك يا رب باذن الله تحققي امنيتك، تحققي امنيه بلدك فيكي، وتحققي الحلم اللي انت بتحلمي ليه، انت توصلي الاولمبيات، وباذن الله تكوني وجهه مشرفه لمصر باذن الله في الاولمبيات اللي جايه. شكرا يا كابتن فرح. اكيد كلنا بندعم فرح سيد، اكيد بطلتنا اللي عندها الطموح طالبين كله يدعم، لان الالعاب الفرديه هي الالعاب اللي بتجيب ميداليات اكثر، لان اي لعبه جماعيه بتروح ب 20 لعيب 25 واحد من الجهاز او اللاعبين مكتملين، يبقى 25 لاعب بيحققوا ميداليه، لكن اللعيب هنا بيحقق ميداليه. نتمنى الدعم من اتحاد الجمباز اللي هو برضه بيدعم، عايزين يدعموا، لان ماتشات جنوب افريقيا او مباراه في جنوب افريقيا مباريات صعبه جدا جدا على بناتنا، لكن ان شاء الله يكونوا متواجدين في الميعاد، وان شاء الله يعدوا للمرحله الاولمبياد باذن الله. في نهايه الحلقه بشكركم والى اللقاء.